نستكمل حديثنا عن واقع التدريب وأهميته، ونعود إلى ضيفنا في الرياض سيد فايز الحمراني الكاتب في جريدة الشرق الأوسط. سيد فايز، قبل قليل تحدث سيد محمد بإسهاب عن موضوع التحليل النفسي والسيكولوجي للمستثمرين أو المتداولين في السوق المالية، لكن إذا عدنا إلى واقع التدريب في الموازنات الخليجية، في كل مرة في كل سنة يكون هناك رفع، في الفترة الأخيرة يكون هناك تعزيز للإنفاق الحكومي على مجال التدريب، بمعنى أن الوعي متنامي بأهمية التدريب لدى السلطات أو لدى صناع القرار في منطقة الخليج العربي، لكن على الأرض أين تتجسد تلك الأموال، أو أين تتوظف أو أين يتم توظيف تلك الأموال، وهل هناك مخرجات معينة واضحة بالنسبة لهذه الاستثمارات؟ ما في شك أنه أي دولة بالعالم تبحث دائما عن الرقي، والرقي لا يأتي إلا بالعلم، ونحن للأسف يمكن في الفترات الماضية كنا نتذيل قائمة الدول من هذه المسألة، ولكن الحكومة الرشيدة بالفعل كما ذكرت بدأت تنفق مبالغ كبيرة جدا في إنشاء الجامعات وايضا المخرجات الحقيقيه، ولكن للاسف لدينا اشكاليه اخرى يعني في المدخلات او المخرجات العلميه، يعني هناك كثير من العلوم وجدت في اوروبا وفي امريكا او في الولايات المتحده الامريكيه منذ اكثر من 50 عام ونحن نفتقرها الى هذه اللحظه، وهذه تعتبر نوع من الاشكاليات في المساله العلميه، ولكن اعتقد انه الفتره الحاليه هناك توجه واضح من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله وايضا الحكومه في هذه المساله، وهذا دليل بالفعل على ان هناك يعني ميزانيه كبيره ضخت او وضعت في هذه المساله تفوق ما كانت عليه حتى من الاعوام الماضيه، وهذا دليل بالفعل على ان هناك تحرك ايجابي الى هذه المساله، ايضا هناك امر اخر في عمليه الابتعاثات الخارجيه وهذه رساله ايضا ايجابيه حتى يكون هناك ثقافه اعلى واكمل. ولكن نعود إلى كما ذكرت قبل قليل وهي نقطة مهمة، المخرجات، نحن نطلب هذه المسألة أن تكون في واقعنا الحالي، وبما أن هذه المسألة بالفعل يعني قليلة لذلك أتمنى حقيقة من المعاهد التدريبية أن يكون هناك نوع من التحالف أو الاندماج حتى يكون لديها قاعدة أكبر وقدرة على التعامل مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاديات العالمية كنا أو حتى في تطور التكنولوجي، نلاحظ أن هناك قفزات كبيرة تحدث، ولكن لازلنا كما نحن في أفكارنا التدريبية أساليبنا التدريبية نماذج الأفكار مما تعرف عليه، لا تقوم الشركات إلا على أمور مهمة منها يكون هناك يعني مفكرين ومبدعين ومنفذين، يحتاج أيضا من الجهات المعنية الرقابية أن يكون لها أيضا يد العون تجاه المعاهد التدريبية، لأنها هذه الجهات لا تستطيع أن تقوم بالتدريب العالي الكامل للأفراد داخل المجتمع الحالي، وبالتالي وجود المعاهد التدريبية مع التحالف مع بعضها يعطي يعني كيان أكبر، وبالتالي يعطي محفز أيضا. فايز عفوا على المقاطعة، بالنسبة للجهات الحكومية ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه، وما هي التسهيلات التي يمكن أن تقدمها للمعاهد التدريبية لزيادة كفاءاتها ودورها في الاقتصاد ورفع كفاءة العامل أو المتدرب أيا كان؟ جميل جدا. في المملكة العربية السعودية خاصة إذا كنا نتكلم عن يعني الأسواق المالية وما هو حديثنا، ولكن هناك معهد المصرفي، هذا المعهد هو المعهد الوحيد حكوميا يعطي شهادات يعني تعتبر معترف فيها داخليا، أنا أتكلم حكوميا، ولكن المعاهد الأخرى يعني هناك بعض المعاهد، دعني أتكلم بكل صراحة، بعض المعاهد الأخرى لديها شهادات مهنية مهمة جدا ولكن ليست معترف بها داخليا، وهذه إشكالية كبيرة جدا لابد أن نضع تحتها خطوط عريضة، هناك شهادات علمية تعترف بها بشركات عالمية وهي ذات قدرة مالية تفوق أيضا رؤوس الأموال في داخل الخليج بشكل عام كدولة أتكلم، وبالتالي من المفترض على الجهات المعنية أن تسهل عملية قبول تلك الشهادات خاصة أنها من جهات رسمية معتمدة دوليا، وأيضا أمر آخر يعني كانت الجهات المعنية أقصد في المعهد المصرفي أو هيئة السوق المالية لابد أن يكون هناك تعاون مع بعض المعاهد في الموافقة بالشهادات التي يتطلبها، وإن كان
هناك نوع من الاختلاف، ولكن لا يعني الاختلاف في بعض البنود او بعض العناصر او المخرجات في التدريب ان هذا المساله تقف. المفترض ان يكون ايضا هناك دعم من القطاع الخاص او القطاع البنكي في عمليه التمويل للافراد حتى يستطيعوا ياخذ الدورات التدريبيه او التمويل للجهات المعاهد حتى يكون لها كيان اكبر وقدره ماليه وايضا مركز مالي يستطيع من خلالها عمليه التوسع وايضا الحاق التطورات العالميه. نحن لدينا شهادات كثيره، ودعني اسرد لك نوعا مهما من الشهادات في الاسواق الماليه فيما يختص بالسي اف اي او المحلل المالي المعتمد او السي في اي او مقيم مالي او السي اف سي المستشار المالي. هذه من ضمن الشهادات التي يعتمد فيها في القطاع المصرفي، يعني هذه الشهادات مكلفه نوعا ما صحيح، ولكن لها قيمه فعليه لانها مهنيه، وبالتالي ايجاد الفرص العمل تبدا بشكل اكبر او اكثر. ولكن لو نظرنا الى المعاهد الاخرى وعمليات التدريب التي لديها لا نجد عمليات توظيف باستثناء بعض المعاهد التي لربما مولت بشكل كبير مثل معهد الخليج للتدريب وهو يختص في مثلا الحاسب الآلي أو اللغة الإنجليزية. نعم. هذه أشكاليات لابد إعادة النظر فيها، وأتمنى حقيقة عبر هذا المنبر أن يكون هناك تحالف أو اندماجات أكبر أو تسهيلات أكثر لتلك المعاهد وإعطائها الفرصة حتى تتضح عبر يعني الأفراد وتعاملاته في الأسواق المالية. نعود إلى سيد محمد الفاضل في القاهرة. سيد محمد، سمعت لما ذكره سيد فايز قبل قليل أشار إلى عدة نقاط غاية في الأهمية، من أبرزها ما يتعلق بضرورة التكتل، تكتل المعاهد التدريبية لخلق كيانات قوية ماليا ومعرفيا كذلك، ورفع الكفاءة وكذلك المخرجات كبرامج تدريبية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ونقاط أخرى أثارها ما يتعلق بدور البنوك والقطاع الخاص في تدريب المتدربين لحظهم ودفعهم إلى هذه البرامج التدريبية. لكن قبل ذلك سيد محمد، هل هناك معايير محددة لتصنيف المعاهد التدريبية؟ بالنسبة للمعايير، نعم، المعاهد المرخصة من هيئات ومنظمات حكومية هي بالفعل تخضع لمعايير وتخضع لمناهج علمية ورقابة دائمة ومستمرة، وأنا يعني في هذا المجال وأعيه جيدا جدا، بل هناك رقابة صارمة يعني بالفعل. بالنسبة لسؤالك اللي يتعلق بالاندماجات أو عصر التكتلات، أنا أنظر له أنه ممكن يكون جيد وممكن يكون غير جيد. أنا أدعو للمنافسة حقيقة، أولا في السعودية لا يوجد هناك مراكز أو معاهد تدريب بمفهوم التخصص المالي إلا قلة، يعني أقل من أصابع اليد الواحدة. أنا أدعو للتنافس أكثر من الاندماج وعصر التكتلات، بمعنى المزيد من معاهد التدريب. نعم، أنا معها لسبب. أولا إحنا يعني في المعاهد نواجه بعض الإشكاليات، وهي الكفاءات التدريبية أو الكفاءات اللي يعني أو المحاضرين بالأصح. أحيانا يكون هناك محاضرين أكفاء وذو خبرة، لكن هذا المحاضر هو يعتلي منصب كبير في شركة ما، ولا يوجد لديه الوقت إنه يعطي 5 أو 10 أيام أو شهر دورة تدريبية. وإن حصل هذا الشيء فيكون له ضريبة، وهي ضريبته أنها ترتفع سعر قيمة الدورة، والضحية في هذه الحالة هو المتدرب اللي يلتحق بهذه الدورة. فهذه إشكالية يعني نحن في المعاهد التدريب نواجهها. ونتكلم في المجال المالي، تعرف المجال المالي المتخصصين فيه في العالم العربي قلة، إذا تكلمنا عن المتخصصين وليس الهواة، هناك مدربين شنطة، هناك مدربين شنطة يجي من خارج السعودية بالشنطة وبالأوتيلات وبل في البيوت، وهذا لا يعطي معلومة ولا يقيس مخرجات التدريب. يعني في معاهد هي يعني بتعلم بتطبيق وتقيس مخرجات التدريب، هذا المتدرب ماذا كان لديه من معلومات قبل التحاقه بهذا البرنامج التدريبي، ثم تعمل قياس لقدراته ومعرفته بعد انتهاء البرنامج التدريبي. خصوصا احنا نتعامل يعني مع متدربين هم يتعاملون في هذه الاسواق باعز ما يمتلكون وهو مدخراتهم اموالهم. والله سبحانه وتعالى في القران الكريم اسمق المال على البنون،
لأهمية هذا الشيء. فالمنافسة هي جميلة جدا، لكن بشرط أن تكون منافسة. لكن سيد محمد في هذه النقطة أنت تشير هنا إلى ربما واحد من أكثر أو أكبر التحديات التي تواجه برامج التدريب ومعاهد التدريب بالتالي، وهو ما يتعلق بقلة عدد المتخصصين في المجال كمدربين في المجال المالي، وبالتالي ماذا عن الخبرات الأجنبية؟ نسمع كثيرا عن دورات يقوم بها أو يديرها خبراء أجانب وعالميون وأسماء لامعة، والأكيد أن المبالغ ستكون كبيرة جدا، فما مدى الإقبال على مثل هذه الدورات في ظل وجود هذه الخبرات العالمية؟ الإقبال، نرجع لموضوعنا الأساسي، ما زال هناك للأسف يعني عدم وعي بثقافة التدريب والتعليم والاحتراف في أسواق المال، هذا موجود. أنا أعطيك مثال، بشهر 10/2010 عملنا مؤتمر في القاهرة، أحضرنا فيه 2 من أشهر خبراء التداول في أسواق المال من أمريكا. هؤلاء الخبراء كلفونا الكثير وكلفوا المؤتمر الكثير، عدد الحضور حقيقة شيء يعني مستغرب جدا، تماما مستغربين يعني. وش السبب؟ التكلفة كانت قليلة جدا، تكلفة قليلة جدا جدا. السبب أن هؤلاء المستثمرين إلى هذه اللحظة لم يؤمنوا بعملية التدريب. هو يقول أنا ليش أتدرب؟ لأن إذا السوق مرتفع أنا حأشتري وحأربح، وإذا السوق منخفض حأترك الأسهم حتى يرتفع السوق. يعني ما زالت هذه الثقافة إحنا نواجهها. بالنسبة للمؤسسات، لا يوجد دعم من المؤسسات المالية، شركات الوساطة مثلا. إحنا في هذا المؤتمر إحنا لن نعيد هذه التجربة لسببين: أولا لن نجد دعم من الهيئات، لن نجد دعم من المؤسسات وشركات الوساطة، لن نجد إقبال من المستثمرين. يعني كيف نعيد مؤتمر ونحضر خبراء وما في دعم ولا في شركة وساطة قامت برعاية هذا الحدث أو هذا المؤتمر أو أحضرت لي حتى العملاء في آي بي؟ وبالتالي هناك عمل جبار ينتظر الأسواق المالية، ينتظر الهيئات الإشرافية والرقابية في هذه الأسواق، شركات الوساطة والمتعاملين في أسواق المال وحتى الشركات المدرجة في هذه الأسواق، بالإضافة إلى عنصر التدريب ممثلا في معاهد التدريب كشريك في هذه الخارطة الجديدة ونظر المستقبلية للأسواق المالية. سيد محمد الفاضل مؤسس نادي خبراء المال والأعمال، سعدنا جدا بوجودك معنا وأثراء حلقتنا لهذا اليوم، كما سعدنا بوجود سيد فايز الحمراني الكاتب في جريدة الشرق الأوسط على إثراء حلقتنا لهذا اليوم، ولكم الشكر مشاهدينا. أنا عندي تعليق أخوي مراد، عندي كلمة تعليق مختصر ممكن أوجهها، مختصر ممكن أوجهها لو سمحت. كلمة واحدة، أنا نصيحة لأخوي المستثمر أقول له إن الفاتورة التي تدفعها في عدم المعرفة في أسواق المال ستكون أغلى بكثير من الفاتورة التي ستدفعها على تدريب واستثمار نفسك، وله الاختيار. شكرا جزيلا لك سيد محمد، وشكرا لفايز الحمراني في الرياض، ولكم الشكر مشاهدين على المتابعة، وعلى أمل التواصل معكم دائما عبر البريد الإلكتروني للبرنامج ara@cnbcarabia.com. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.